من مميزات هذه اللوحة يمكننا إنشاء قوالب للقنوات واختيار باقات محددة نشتغل بها. مثلا إذا كنت تبيع في دولة ما وتريد فقط قنوات تلك الدولة، نذهب إلى القائمة الجانبية ثم إلى تمبلات ثم نضغط على Gold Package فتظهر إعدادات جديدة. نكتب في هذه الخانة اسم الدولة مثلا، وفي قائمة القنوات نختار مثلا القنوات العربية فقط ونرسلها إلى اليسار لتفعيلها، ثم ننقر على حفظ، ثم نرجع إلى تمبليت لنجدها قد أضيفت. بعد ذلك نذهب إلى إنشاء سطر مثلا Active Code ونختار كالعادة إعداداتنا، ثم نتوجه إلى خانة تمبليت ونختار الباقة التي أنشأناها معا، فنرى أن القنوات التي أردناها هي من بقيت مفعلة، وهكذا نكون قد ربحنا وقتا مهما في العزل كل مرة.